حلم بدأ ما بين الكثبان الرملية والواحات بالأفق البعيد، حلم وصل بأصداء صوته لآلاف الكيلومترات إلى بحار وجبال وصحارى، ليصبح الحلم حقيقة وواقعا. جمع 7 أحلام وأحضرها إلى واقعه، واحتضنها لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة. إمارات الحبيبة، أفتخر بك، أسمو بك، أحاول أن أسبر أغوارك لأرتقي إلى قوتك وعظمتك، فأغوص داخل مشاعري كل يوم باحثا عن القوة في داخلي. أتابعك، أراك، أستلهم منك لتصبحي جزءاً من كياني ووجودي، لتصبحي مسؤوليتي وإلهامي، حاضري ومستقبلي. تحملين قلبي بيديك حباً وتطيرين به لأعلى القمم. إمارات الحبيبة، يا من جعلت من تراثنا عبرة أحملها في قلبي عطاءً وتفاعلاً، ليصبح عنواني وهويتي وتاريخي الذي يمتد إلي من آبائي وأجدادي. يا من زرعت في قلبي حب العلم والعمل لتكوني منارة تنير دربي، يا منارة وضعت في قلبي محبة الجميع، ووضعت في قلوبهم محبتك، ووضعت في قلوبهم محبتنا، لنصبح يداً واحدة يجمعنا الأمل، لنصبح عائلة واحدة متماسكة. تغمرنا السعادة والمحبة والعطاء تحت جناحك. نعدو جميعاً بأيامنا للوصول معك نحو أهدافك، لتكون أهدافك هي حياتنا، هي أهدافنا ومطلبنا، هي ذاك الحلم الذي نعمل على تحقيقه. الحلم بأن نضع العالم بين يدينا ونصنع مستقبلنا، فعملنا وبنينا لنشق بسواعدنا طريقا نسافر فيه نحو المستقبل. لتقول لي قف، أنت في بلد لا مستحيل. أقف على قدمي شامخا وأنا آتيك يا حبيبتي فخرا. عيشي بلادي، عاش اتحاد إماراتنا. عشت لشعب دينه الإسلام، هديه القرآن. حصنتك بسم الله يا وطن. أفتخر أنني أسير على درب قادة يمنحون أبنائهم الفرصة لتحقيق حلم بمستقبل يتجاوز الفضاء في وطني، وطني الطموح.